افتتح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت يوم الاثنين بمشاركة دولية واسعة تزيد على 3000 مشارك، وسيحمل وفد العراق الرسمي أجندة المؤتمر التي تشمل 3 محاور أساسية، منها إعادة الإعمار والاستثمار ودعم الاستقرار والتعايش السلمي. على هامش المؤتمر أوضح الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة الأعمار العراقي أن 138 ألف وحدة سكنية متضررة، أكثر من نصفها دمر تدميرا كاملا. في الوقت نفسه ما زال 2.5 مليون نازح ينتظرون العودة إلى مساكنهم. وأضاف الهيتي أن المحافظات المتضررة في العراق فقدت فرصا تنموية لمدة 3 سنوات، مما رفع معدلات البطالة فيها. أي وثيقة الخسائر والأضرار، وبدونها لا يمكن بناء أي استراتيجية لإعادة إعمار العراق، فهي قاعدة المعلومات الرئيسية التي تستند عليها نظرة الحكومة العراقية. يكفي أن نقول في النهاية هذا الحشد الكريم الموجود قد يسهم ودائما لن يسهم في إعادة بناء العراق بالشكل العملي ويعيد الحياة إلى هذا البلد. الدكتور مصطفى الهيتي قال أيضا أن من مهام الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع والسعي لجلب المنح والهبات والمساعدات والقروض، إضافة إلى تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض. ووفقا للرقم العراقي الرسمي، يبلغ إجمالي الأضرار في مختلف المحافظات المتضررة 45.7 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حجم الاحتياجات الكلية لتحقيق الإنعاش وإعادة الإعمار 88.2 مليار دولار.